إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال: لا تخافي لأهب لك غلاما زكيا. فقالت مريم: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال رب. أنا لست راغبة في أن تتحمل المزيد من الأذى بسبب نجدك وأن تصاب بالإحراج لأني. وإلى أين سنذهب؟ ماريا، أتيت أخيرا يا ابنتي؟ لماذا تأخرتي؟ ليس هناك مزيد من الوقت ولابد أن نترك بسرعة. خذي اجمعي حاجياتك، هيا. إلى بني إسرائيل بهذا الطفل، وما الحجة التي سأقدمها للناس إن سألوني من أين أتيت بهذا الطفل وكيف حملت به؟ سوف لن يرحمني أحد وسوف يتهمونني بأنني خاطئة. يجب أن أذهب إلى مكان بعيد حيث لا يعثر علي أحد. للعالمين.